بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، أهلا. تتنافس التحديات والمنافسات على أرضية هذا الميدان وعلى أرضية هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد. إذن على بركة الله ينطلق الشوط العاشر للقعدان المفاريد. المسافة هي 2 كيلومترات. أبدأ وإياكم وأسير مع المنطلق والمندفع معزز وفهيد بن محمد بن فهيد الزبدان المري، من ينطلق مع المركز الأول وصدارة الشوط ويقدم لنا معزز، من يندفع على الصدارة وعلى المركز الأول. الدور دور المركز الثاني، الوصول والقدوم من مبلش في حان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد والاسم الواصل اللي غير على المركز الثاني، قالط أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الرابع ورابع الأسماء، الوصول والقدوم، وصل شعار في هذه اللحظات عبد المجيد بن جزاء بن مصلح الجهني مع مبلش، ووصل في هذه اللحظات وتقدم متمكن صالح بن سالم بن مبارك النابت المري. ولكن أعود مع المركز الأول مع معزز، معزز 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 منطلقا مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. يسلم حامل الرقم 1 وهدفه المركز الأول، هدفه النوماس في هذا المهرجان. يا سلام يا سلام، الزبدان مع معزز فهيد بن محمد بن فهيد الزبدان يقدم لنا معزز منطلقا منفرد، والعصاف الأبطان بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. الله يا معزز الله، يا سلام، هذا هو البطل، هذا هو البطل معزز صاحب الإنجازات، لم يذق طعم الهزيمة. يا سلام، انطلق معزز نحو الفوز والنماس. فهيد بن محمد بن فهيد الزبدان المري، وهذه هي استراحة المحارب. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الفوز والانتصار، وهذا هو معزز فهيد بن محمد بن فهيد الزبدان المري. المركز الثاني، المركز الثاني كان شعار هادي بن حمد بن هادي آل منجم مع والم، والمركز الثالث، المركز الثالث كان شعار محمد بن مسلم بن نزول العامري مع الباسل، والمركز الرابع، المركز الرابع والخامس بالإعادة إفادة. إذن تهانينا والنوماس لمالك معزز فهيد بن محمد بن فهيد الزبدان المري على هذا الفوز والانتصار، وهذه هو لحظة وصوله معلن الفوز والنوماس. التوقيت الزمني 3 دقائق 9 ثواني 49 جزء من الثانية. المركز الثاني والم، التوقيت الزمني توقيت والم 3 دقائق 13 ثانية 46 جزء من الثانية. والمركز الثالث كان الباسل بشعار بن قمزول